ياما أخذنا أدوية وجتنا منها أعراض جانبية حنا ما نرغبها. فسروا هالشيء هذا لظاهرة استقلاب الدواء داخل الجسم. هذا راح يكون عنوان حلقتنا لليوم في برنامج أبحاث صحية. هل سبق واستخدمت دواء وتعرضت لأثر جانبي غير مرغوب؟ نعم. وش الدواء هذا وش صار لك؟ والله الدواء هذا كان تقريبا استخدم القولون العصبي وجتني أعراض يعني زي ما تقول غثيان، دوخة، تعرق الله يكرمك شديد، بالإضافة إلى بعض يعني الآثار الأخرى يمكن ما تحضرني الآن. طيب يوم وقفت الدواء وقفت الأعراض معها ولا كانت لازالت مستمرة؟ والله لا، كانت الأعراض مستمرة تقريبا فترة أسبوع أسبوعين، لأنه يعني على حسب ما فهمت من الدكتور أنه العلاج يستمر يعني مفعوله في الدم لمدة 24 ساعة تقريبا، وأحيانا تصل إلى 72 ساعة، بالذات إذا كنت مستخدمه يعني فترة طويلة ومتصلة ممكن يستمر معك العرض لمدة شهر بعد انقطاع العلاج. هي أنا أستخدم حبل حساسية للجيوب الأنفية، وطبعا الاثار الجانبيه الوحيده اللي تجيني هي النعاس، وبس هذا اكثر شيء يعني يجيني بالنسبه للموضوع. جاني اثر جانبي غير مرغوب؟ لا، بس يعني سبق استخدمت دواء وبعد كذا عرفت انه لو استخدمته حوالي سنه ونص او اكثر، بعد كذا عرفت انه لو استخدمته سنه او اكثر من 6 شهور ممكن يسوي لك مشاكل ثانيه، المفروض انك تغيره او المفروض انك توقف اذا ما نفع، بالذات في الحساسيه. انا عاده يعني الجا للادويه وارجع لنصائح الاطباء اساسا، ولكن في بعض الحالات حصل معي حادث من هذا النوع، تعرضت لحساسيه واخذت الدواء، وصف لي الدكتور دواء ولم يقل لي انه يزيد السكر، وكانت كارثه بالنسبه لي. امضيت 3 أشهر من المعاناه، أوشكت أني أفقد بصري، وطبعا أثر على نسبة السكر، ارتفعت 400، وصل إلى حد 400 السكر عندي يعني. وبعدين عالجته سريعا بالرياضة وكذا. لما رجعت للدكتور قلت له ليش هذا، أنا أصلا ما عندي سكر، قال لي أصلا هذا يرفع السكر الدواء. قلت له ليه ما قلت لي يعني من الأساس يعني، وسارت الغلطة وأنا أهمل، وقال لي خذ الدواء ولا تأخذ معاه ملح، فصرت ألجأ للسكر والسكر يزيد، صرت ما أشوف. المهم قعدت 2 شهر أعالج عيوني والحمد لله زالت الغمة، وصرت حريص جدا. بعض الأطباء، وهذه مشكلة أخرى، إنه يكتب لك دواء يكون فيه نسبة كورتيزون عالية، وما يقول لك إنك أنت لا تستخدم ملح ولا شيء، ويؤدي لأضرار جانبية خطيرة. أرجو للجميع إن شاء الله كل خير. ما استفدت منه، جاني ألم في معدتي يعني، فسبب إني اخترت نصيحة أحد الأصدقاء، قال لي إنه هذا دواء يعني يعتبر مفيد للصداع، وللأسف أصبح ذلك. طيب يوم وقفت الدواء وقفت معها الآثار الجانبية هذه؟ اي نعم صحيح. والله فيه زي أدوية الكحة زي كذا يعني. طيب وش في أدوية الكحة وزي كذا؟ أول في بعض المسكنات تكون مثل بنادول نايت وكذا. طيب لا بس دواء الكحة وزي كذا وش يسوي؟ يجيب لك النعاس. تأكد؟ تقريبا. ضد الأميبيا، الجرعة ضد الأميبيا فسببت بغثيان وقيء. مشاهدينا تابعنا قبل شوي استطلاع سألنا فيه الناس عن الأدوية وأثارها الجانبية. الحين حننتقل لكلية الصيدلة مع الدكتور عدنان قاضي صاحب الدراسة عن استقلاب الدواء. حنتعرف أكثر عن دراسته ونشوف تفاصيلها وش هي. أول شيء أنا أشكرك إنه أنت يعني انترستد في المجال هذا، وان القناة كذلك انترستد في هذا المجال، لانه هو مجال جدا رحب ومجال يعني مهم ان نحن ندرسه. استقلاب الدواء عبارة عن دراسة مصير الدواء اللي ياخده الانسان، هذه ببساطة شديدة.
إيش مصير الدواء اللي الإنسان يأخذه؟ طبعا ليس المصير اللي هو الأثر الدوائي له، هذا الأثر الدوائي يدرس في قسم معين من 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 أقسام العلوم الصيدلية، لكن استقلاب الدواء هو مصير الدواء، ماذا يعمل الجسم على الدواء لتفتيته وإخراجه خارج الجسم. طبعا أي دواء الإنسان يأخذه حيكون له واحد من عدة مصائر، يا إما أنه يخرج زي ما دخل، وطبعا في هذه الحالة حيكون الدواء أتم عمله وخرج من الجسم، أو أنه يتغير إلى نواتج نحن نسميها في علم الصيدلة نواتج استقلابية. النواتج الاستقلابية هذه على ثلاثة أنواع، يا إما أنه يكون الناتج inactive، ليس غير ذي أثر دوائي، وبذلك طبعا برضو حيخرج من الجسم بدون أي مشاكل، يا إما أنه يكون ناتج له أثر دوائي أكبر من الدواء الأصلي. وفي هذه الحالة بعض زي هذه الأدوية يعني من المفيد استخدامها لتطويرها وجعلها هي أدوية بنفسها، يعني الناتج الاستقلابي يكون هو دواء بنفسه. بالنسبة للمثال الأول اللي هو أنه الدواء يخرج من الجسم كما دخل، يعني بنفس التركيب البنائي للدواء يخرج من خارج الجسم. وفي هنا يعني يحضرني مثال جدا مشهور، ويعني ويمكن حتى من الأمثلة اللي بدأت تخلي الناس يتجهوا إلى دراسة هذا المجال من مجالات العلوم الصيدلية، اللي هو مثال الدواء المعروف البنسلين. هذا البنسلين كان يستخدم ك طبعا أنتيبيوتيك، هو مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات بشكل عام. في الحرب العالمية الثانية كانوا الجنود يعني طبعا يصابوا بشكل كبير، الإصابات كانت متعددة طبعا زي ما نعرفين في أي يعني حرب بتكون الإصابات كبيرة، فكان لما يصاب الجنود بجروح يحاولوا الدكاترة أنهم هم يعطوهم مضادات للالتهابات أو مضادات للبكتيريا على أساس أنهم يقضوا على الالتهاب ما يستفحل أمره، فكانوا يعطوهم البنسلين، والبنسلين كان في ذيك الأيام لسه دوبه مخترع، فكان حتى طريقة إنتاجه صعبة جدا، فلا ينتج إلا بكميات بسيطة ومحدودة. فأصبح يعني الجيش الأمريكي يعطي الجنود بنسلين، وبعدين يستخدم مثلا طبعا يستخدم في جسم الجندي ويتم يعني معافاته أو شفائه، لكن كانوا يعطوا للجنود يعني تعليمات واضحة جدا إنه لا تذهب يعني لقضاء حاجتك في مكان غير المكان المخصص. ليش؟ لأنهم هم كانوا يحاولوا إنهم هم يجمعوا البنسلين تاني مرة من يعني نواتج الإخراج في للجندي، لأنه هذا البنسلين ما يتغير، إذا دخل جسم الإنسان وخرج يخرج كما هو، فكانوا هم يستخدموه تاني مرة، يأخذوا النواتج هذه ويسووا لها إعادة تكرير ويرجعوا تاني مرة يأخذوا البنسلين ويعطوا لجنود آخرين يعالجوه، لأنه زي ما أسلفت أنا كان البنسلين يعني محدود جدا في الكمية. كثير من العوارض الجانبية للأدوية، وحتى في على حسب دراسات أجريت يعني على مر السنين أثبتت أنه حوالي من 60-70% وفي بعض الأحيان أكثر من 70% من العوارض الجانبية للأدوية تكون ناتجة بشكل أساسي عن نواتج استقلابية تؤدي أو تعطي أثر سمي أو أثر جانبي غير الأثر المرغوب من الدواء. فلذلك طبعا أصبح يعني من المهم جدا أنه أنت تدرس هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة استقلاب الدواء عشان تعرف على الأقل ما هي النواتج اللي بتطلع من إعطائك لزي هذا الدواء، هل هو ناتج أمين ما في أي أثار سمية، هل هو ناتج يحتوي على أثار سمية، هل هو ناتج ليس له أي أثر. وهذه يعني الأنواع الثلاثة اللي هي commonly بتطلع من استقلاب أي دواء من الأدوية.
نحن نتمنى انه يعني تبدا صناعه الادويه في المملكه تاخذ منحى اخر غير المنحى الاستهلاكي اللي هو طاغي في صناعه الادويه هنا. نحن نبغى نبدا نكون مخترعين للادويه. في بعض الادويه اللي لها يعني بوتنشال عالي جدا زي هذا المركب اللي قلت لك عليه، نبغى ندرس جميع النواحي المتعلقة بها زي والاستقلاب طبعا ناحية واحدة من النواحي المهمة جدا المتعلقة بهذا الدواء، بحيث انه يكون عندما يعني نستكمل الدراسات بكاملها عن هذا الدواء ممكن انه هو يتم تبنيه من شركة دوائية معينة مثلا، وبعدين ممكن انه هم يعني يسووا عليه الابحاث المتبقيه ويطرح في السوق للاستخدام. يعني هذا هو الهدف الالتيميت بالنسبه لنا نحن. دكتور احنا وين بنروح الحين؟ نحن انا ابغى اخذك لمختبر استقلاب الدواء هنا عشان تقدر تقابل الفريق البحثي اللي اشترك معنا في البحث اللي تكلمت لك عنه لما كنا في المكتب قبل شوية. يعني دكتور بصراحة في المكتب لفت انتباهي الحرب العالمية الثانية والفن سلم كيف ناخذ من الجنود الثانيين. لو انا منهم انا مستعد اموت بصراحة يا دكتور ولا اخذ. مهند خليني اقول لك ترى لو ما كانوا سووا كده الامريكان كان دحين امريكا كله تتكلم الماني لانه المانيا كانوا فازوا. لا ادري كويس مشان تفضل دكتور. دكتور هذا هو المختبر؟ ايوه طبعا هذا المختبر اللي نحن سوينا الابحاث، وانت سامع كيف الازعاج والاجهزه اللي موجوده. ايوه طبعا لانه الاجهزه اللي جوا تحتاج لها كلها مولدات نيتروجين وهذه صوتها عالي جدا. طيب طالما احنا موجودين يا دكتور مين التيم اللي شاركك في البحث؟ انا ابغى اترككم دحين يعني في معيه اعضاء الفريق كلهم. هذا طالب الدكتوراه محمد زيدان وهو ساعدنا كثير في المشروع هذا وحيشرح لكم زياده عن اللي سواه هنا عباره عن تحضير المركبات نفسها كيميائيا عشان تصير جاهزه للدراسه. شكرا يا دكتور. عفوا. دكتور محمد اهلا وسهلا. اهلا بك. انا قال لي الدكتور عدنان انت عندك هنا دور تسوي في البحث، ممكن اعرف وش الدور بالضبط؟ هو انا هنا بصنع بعض المركبات اللي هندور على تاثير دوائي لها. فاحنا الوقت في اخر مرحله تصنيع مركب، احنا الوقت بنحاول فصلناه وبنحاول هنبخر المذيبات بتاعته عشان نوصل للصوره النقيه بتاعته في صوره بولرات. طيب الصوره النقيه انا هتنفعني في ايش؟ هتنفعنا ان انا بعد كده هسلمها لعلم الادويه هيقدروا يحقنوها في صوره، هيدوبوها ويقدروا يحقنوها لحيوانات تجارب مثل الفئران الضفادع لحد ما يدوروا على تاثير الدوائي بتاعها. لو لقوا المركب ده تاثير دوائي واعد مقارنه بالمركبات الموجوده في السوق هنبدا نكمل عليه شغل تاني في المعمل التاني. طيب انا ودي هنا يا دكتور الان انا شايف ادويه وشايف اشياء زرقاء وصفراء والوان حلوه، وش دورهم بالضبط؟ لا الالوان دي عشان المذيبات اللي احنا مستخدمين فيها تدويب الدواء، لكن هو المفروض ان هو في كريستال ساعات بتبقى وايت ساعات بتبقى ابيض خالص بتبقى صوره نقيه جدا. احنا هنحاول بعد كده ناخد المركب ده نبخر المذيب اللي انت شايف اللون الاصفر ده كله هيدينا كميه بسيطه من المركب في صوره بلورات. ايوه اوكي. بعدين بعد كده هنسلم المركب ده البودره اللي هتطلع او البودرات اللي هتطلع هسلمها لعلم الادويه. علم الادويه ايش هيسوي فيها بالضبط؟ هو علم الادويه احنا بنديها للدكتور يحقنها في حيوانات تجارب ويدور على تاثير الدواء بتاعها على بكتيريا على فيروسات عشان يتاكد ان هي لها تاثير مضاد للبكتيريا تاثير مضاد للفيروسات ويقارنها بالادويه الموجوده في السوق. لو لقى لها تاثير واعد بيرجعنا تاني ويقول لنا التاثير الدوائي بتاع المركب اللي انت اديتهوني مضاد للبكتيريا او مضاد للفيروسات انه هو واعد ان شاء الله يعني ممكن يستخدم فعلا. ممكن يستخدم. ابدا انا اشتغل عليه بعد كده دراسه ايض الدواء بتاعه لان هنا المعمل بتاع الدواء اللي هو الاستقلاب على ما الاستقلاب الدواء او ايض الدواء. احنا بعد كده هندور على ايضات بنحقنه تاني في حيوانات تجارب وناخد ناخد منها الدم ناخد منها البول ندور على الايضات اللي طلعت فيها عشان هي النواتج من الادويه اللي ذكرها الدكتور عدنان النواتج من الادويه اللي نشوفها انه وش كان دورها بالضبط يعني وش لان ممكن دورها يكون سام او يكون اكثر فعاليه من الدواء ذات نفسه او انه يكون مثل ما ذكر الدكتور ما له اي نتيجه او ما لهش اي نتيجه وهذا يتم في المعمل الثاني وده يتم في المعمل الثاني يبداوا يشتغلوا عليها. طيب والحديده هذه وش دورها بالضبط؟ لا الحديده دي مش لازمه خالص. هي دي بنعلق عليها لما اجي اعمل سيباريشن او فصل بعلق عليها ده سيباريتنج قمع فصل بحط عليها سولفنت وبحاول افصل المركب من من الخليط اللي انا كنت حقنته في علشان يطلع لي الصوره النقيه اللي انا كنت ابغاها الصوره النقيه للدواء اللي انت اللي كنا ابغاه. يعطيك العافيه دكتور محمد. انا بروح الغرفه الثانيه اشوف الاجهزه هذه والاصوات الحلوه جالسه تطلع. اهلا بك. اهلا شكرا جزيلا.
دكتور علي؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا دكتور. انا قبل شيء جيتك من عند الدكتور محمد وخبرني انه بعد ما يروح الموضوع للفئران ويتاكدوا ان المواد لها نواتج يجي عندك للجهاز هذا. تمام. ايش يصير هنا؟ هو اللي بيحصل في الاجهزه دي ان دي اجهزه متقدمه جدا توجد حتى في احسن مختبرات في العالم. اوكي. للتعرف على المركبات المختلفه، المركبات اللي بتعتبر بالنسبه لنا مجهوله وهي نواتج الاستقلاب او الادويه المختلفه الغير معروفه المصدر. لما يجيني ناتج الاستقلاب ومفترض نحطه في الجهاز هذا، انا اذكر قال يجي على شكل بلورات يمكن. تمام، بيجي على شكل بلورات او حتى لو جاء على شكل محلول ففي الحقن الالي موجود في الجهاز. بنقدر كمان لو في اكثر من مركب نقدر ان احنا نعمل عملية فصل للمركبات المختلفة على هذا الجهاز، وبعدين بنعرضه للجهاز للتعرف على كل مركب على حدة. المركب الجهاز ده بيدينا يعني طريقة بسيطة وسريعة للتعرف على كل المركبات المختلفة سواء نواتج الاستقلاب او المركبات الاخرى. طيب كيف يتعرف عليها؟ ايش يسوي الجهاز بالضبط؟ الجهاز بيتعرف على ذرات الكربون والذرات المختلفة في التركيب، بيقوم بإعطائنا إشارات بأرقام معينة، كل رقم له مدلول على تركيب كيميائي معين. اها، يعني مثلا انا شايف قدامي الحين بيكس معينه، لو مثلا ارتفع بيك معين او يعني اشاره معينه معناها انه الماده هذه مفترض تحتوي على الماده الفلانيه. بالضبط، يعني مثلا اللي هو بيشتغل انه في بيك عاليه هنا، البيك دي تخص ماده الميلاتونين مثلا، اقراص الميلاتونين. اوكي. طيب والجهاز هذا له استخدام ثاني غير انه يتعرف على الادويه؟ هو لي استخدامات اخرى كثيره ولكنها خارج نطاق الاستقلاب الدواء. بيستخدم مثلا في التعرف على الاشياء المهربه في المطارات وعلى المواد اللي بتبقى يعني في لعب الاطفال، لو في مواد غريبه او اي مواد هنا يعني. حتى الاشياء المهربه عجبتني، يعني مثل ايش الاشياء المهربه؟ يعني بعض الاقراص المجهوله المصدر والمجهوله الهويه بالنسبه لضباط الحدود او شغل مخدرات يعني مخابرات. بالضبط، فممكن تعرف. خلينا بس على موضوع العلمي احسن لنا. احنا في نواتج الاستقلاب ده اللي احنا بنستخدمه فيه سواء في المركبات اللي بتتحضر هنا في المعمل او اللي طيب. بناخدها. حلو يا دكتور، انا الحين يعني فهمت انه اخذنا البلورات حطيناها هنا، تعرفنا عليها، اعطتنا مدلول معين، عرفنا الماده. طيب بعد ما نعرف الماده، الخطوه التاليه ايش راح تكون؟ الخطوه التانيه ان احنا نتاكد من المواد اللي خرجت اذا ليها اي تاثير بيولوجي معين، لان هو لو ناتج من نواتج الاستقلاب ليه تاثير بيولوجي نشط بيأثر على فعالية الدواء. تبدأ تدرسه أكثر عشان ممكن تطلع منه. بالضبط بالضبط، ويبدأ يدخل على أجهزة التحليل بعد كده لمعرفة كل العناصر المتعلقة بالمشروع. وده واحد من الأجهزة فعلا اللي الحديثة جدا، احنا حصلنا عليه من منحة من مدينة الملك عبد العزيز. هي نفس المنحة اللي ذكرها طبعا الدكتور عدنان. نفس المنحة اللي ذكرها الدكتور عدنان. طيب يعطيك العافية دكتور عدنان. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا تابعنا بحث الدكتور عدنان قاضي، والحين راحين ننتقل عشان نتعرف على حالة مرضية، نحاول نبحث عن الناس اللي ممكن يكونوا تعرضوا لأثار تسمم دوائي نتيجة استقلاب الأدوية أو النواتج اللي تنتج من هذا الاستقلاب. مشاهدينا مثل ما انتم شايفين زارنا الفنان محمد عسيري هنا عندنا في البيت، على اساس اني انا خبرته اليوم عن بحث استقلاب الدواء وقال لي انه عنده قصه شبيهه للموضوع اللي تكلمنا عنه. كيف حالك محمد؟ تسلم لي، احنا شرف لنا. محمد احنا تواصلنا اليوم وخبرتك عن بحث الدكتور عدنان قاضي عن نواتج استقلاب الادويه واعطيتك فكره، وانت قلت لي انه في قصه مشابهه صارت مع الوالد. خبرني وش القصه اللي صارت معه؟ والله اولا زي ما قلت لك اتشرف ان اكون معاكم حقيقه وفي هذه الحلقه، وبرضو الابحاث هذه ان شاء الله انها تفيد المجتمع والناس اللي قاعدين يتابعونا. انا زي ما قلت لك انا عندي والدي حقيقه كان تعبان من فتره طويله، فاضطرينا نوديه المستوصف في القريه عندنا هناك. ودينا هناك المستوصف، قال الدكتور انه مريض بالسكر. تفاجأنا حقيقه، سألت الوالد قال لي انه تقريبا وراثه ما ادري والله. دخلنا عند الدكتور واعطانا العلاجات ولمده شهرين كان يستخدمها وكان وضعه كويس وما عنده اي مشاكل. بعد الشهرين مش صار؟ بس بعد الشهرين الغريب من ذلك حقيقه انه تغير علينا، صار عنده اصفرار في الوجه واصفرار في العين، صار متعب نفسيا، ما ياكل برضه. طيب وش سويت انت وقتها؟ حقيقة ما أدري شو أقول لك، أنا اضطريت إني أسافر الرياض
مستشفى هناك، احدى المستشفيات في الرياض. فعلا سافرت بها ودخلت عند الدكتور هناك، اخذنا موعد ودخلت عنده، فقال لي الدكتور انه فعلا مريض بالسكر وحالته صعبه جدا، يعني ما في كلام، يعني لازم تشوفوا له حل. طيب محمد، بعد ما رحتوا للمستشفى وش قال لكم الدكتور وش طلب منكم؟ غريب من ذلك ان الدكتور حقيقه فاجأني كثير. تدري ايش قال لي محمد؟ ايش قال؟ قال لي وقف العلاج. وقف العلاج؟ وقف العلاج. ليش؟ قلت له ليش؟ وهذا السؤال اللي انا ابغى اقول لك حقيقه واعطيك جوابه. قال لي الدكتور ان العلاج هذا شو اسمه وضعه يعني وتوقف من الصيدليات ومن الاسواق. سحب من الاسواق؟ نعم سحب تماما، يعني ما في اي شيء، ما هو موجود. خليني بقول لك يا محمد، حسب اطلاعي البسيط على الموضوع كني اعرف انه اعراض اصفرار الجسم واصفرار العين لها علاقه في تسمم الكبد. هل الدكتور ذكر لكم شيء انه ممكن يكون معه على قدرات تسمم كبد او شيء؟ بعد ما قال لي انه سحب من الاسواق والصيدليات قال لي وقف العلاج خلاص، وبعدين سوى لنا تحاليل قال لي انه احتمال يعني التسمم في تسمم الكبد. ذكر لك تسمم؟ نعم ذكر لي ذكر لك. طيب فبالتالي الحين طلب منك توقف العلاج، لكن الوالد مصاب بالسكر، فبالتالي اعطاك دواء، مفترض انه اعطاك دواء اخر للسكر. هو اعطاني دواء والحمد لله، يعني صار الوالد تمام وراحت الاعراض وراحت الاعراض ما شاء الله تبارك الله، والان وضعه يعني جميل جدا، لكن هو الاول اللي تعبنا يعني حقيقه. يعني غريب من ذلك، ويمكن قاعد حاجة تضحك إنه كيف علاج يعني توقف من الأسواق من الصيدليات تسمم الكبد، يعني أنت عارف يعني خطير جدا. أساس كذا فعلا، يعني هذا شيء ممكن يدعم دراسة الدكتور عدنان إنه فعلا لابد يكون في دراسة نواتج الأدوية قبل ما إنه فعلا تطرح الأسواق. طيب محمد بلغني أهم شيء، وشو صحة الوالد الحين؟ عسى صار أحسن. لا أبشرك الحمد لله الأمور تمام. أبشرك ناوي يرسع الثانية؟ والله ما أدري، بس على الله بس. أي والله على فكرة بكرة ماشيين إن شاء الله على طيارة، أقرب طيارة لأبها إن شاء الله، وبودي للوالدة هناك وأبشرك حالة طيبة، توصلون بالسلامة إن شاء الله. ويعطيك العافية، شرفتنا في البيت والله. تسلم لي، الشرف لنا. إذن مشاهدينا تابعنا قبل شوي حالة والد الفنان محمد عسيري وعرفنا عنها عن كثب بشكل أكبر. الحين مثل ما عودناكم حننتقل معاكم لفقرة خبير برنامجنا الدكتور عبد المحسن العنزي عشان نتعرف عن الأخطاء أو نواتج استقلاب الدواء من وجهة نظر طبية بشكل أكبر. مشاهدينا احنا الحين متواجدين عند منزل خبيرنا الدكتور عبد المحسن العنزي عشان نسأل أكثر عن بحث الدكتور عدنان قاضي المختص باستقلاب الدواء. كيف حالك دكتور؟ ويعطيك العافيه على الاستضافه رغم انك موجود في اجازه. الله يعافيك ان شاء الله مهند، شكلكم جيتوا غصب. والله هو دورت عليك في المستشفى وما لقيتك. عموما ما نبي نطول عليك، اهم شيء وصلت. دكتور احنا اليوم رحنا للدكتور عدنان وحدثنا عن استقلاب الدواء. فكرتي اذا نعيدها مره ثانيه للمشاهدين كانت تتضمن ان الدواء لما يدخل الجسم يعطيك اثر معين دوائي، ثم بعد ذلك الدواء داخل الجسم يتفكك عن طريق ظاهره اسمها استقلاب الدواء، وتنتج منه يعني نواتج صغيره. النواتج اما يكون لها اثر نفس اثر الدواء أو خالية من الأثر، أو المصيبة يكون لها أثر عكسي ممكن يكون مثل حالات التسمم. عموماً عشان ندخل في القصة، أنا جاني اليوم دكتور والد الفنان محمد عسيري. أيوة. وتعرض لحالة تسمم كبد نتيجة دواء على ما أظن كان لمرض السكر. أيوة. طيب أنا ما أبغى أدخل في تفاصيلها كثير، لكن أنتوا لما تجيكم في المستشفى حالة مثل كذا، هو مثل ما ذكر لأن راح المستشفى كان وجهه مصفر وجسمه أصفر وعيونه صفرة. طيب أنت دكتور في حالة وش تون؟ طبعا مهند في حالة ان المريض لما يجي المستشفى احنا لازم ناخذ من التاريخ المرضي للحالة او للعرض اللي هو يشتكي منه. لما ناخذ نسأل من ضمن الاسئلة عن اذا كان اخذ اي دواء في الفترة السابقة. ليش؟ لانه دائم يكون احيانا الاعراض تكون بسبب ادوية، واحنا ما راح نعرف الا اذا سألنا المريض. بعض المرضى ما راح يعطينا انه اخذ دواء في الفترة السابقة. طيب اوكي، سألته عن تاريخ المرضي وسألته عن الادوية، الخطوة التالية وش تسوون معه؟ إذا كان ماخذ أي دواء فترة قريبة أو من الأدوية اللي معروف أنها ممكن تسبب مضاعفات. على فرض يا دكتور ولا قطع وردك أن هو نفس حالة والد الفنان محمد عسيري، جاك الآن شخص وقال لك إيه نعم كان يأخذ دواء السكر وجاي جسمه مصفر وعيونه صفر. طيب لما يكون مثلا جسمه مصفر أو عيونه مصفرة إحنا نشك بالوظائف الكبد أول شيء، لأن يكون من أعراض أي ارتفاع في انزيمات الكبد الأصفار، صفار في العيون او في الجسم. طيب وش علاقه الكبد في الموضوع؟ يعني وش معنى يعني دواء حق سكر وش علاقه الكبد فيه؟ لان الدواء اصلا يصير استقلابه في الكبد نفسه، نفس الدواء هذا ولا يفككه الى اغلب الادويه اغلبها تصير استقلابه في الكبد. في الكبد نعم. طيب. الكبد اكثر مكان يصير فيه استقلاب الادويه، فبالتالي يعني اي اثر استقلاب دواء يعطيك لون اصفر في الجسم؟ لا مو بشرط، بس يمكن كان زادت عنده انزيمات الكبد، قلت وظائف الكبد عنده فصار
فصار يشتكي من الصحة. يعني ممكن تكون أثر نواتج الدواء نفسه اللي طلعت. نعم. طيب إذا نتابع دخلنا وسألنا عن حالة المرضية والأدوية اللي استخدمها وقالك والله استخدمت الدواء الفلاني حق السكر. صحيح. طيب وحسويتوا تحليل لوظائف الكبد اسمها؟ إيه. طيب بعد تحليل وظائف الكبد. طيب إحنا لما نأخذ من تحليل الدم نشوف أحيانا بعض الأدوية يكون عندنا نسبة العلاج في الدم، بعض الأدوية الشائعة مثل مضادات التشنج أو مضادات الحرارة. أوكي. بعض الأدوية ممكن نأخذ تحليل للبول لأنه يكون إفرازها مع الكلى بكمية أكثر، فنعرف إذا كان نسبته في الدم كثيرة. وش علاقة إفراز الكلى؟ طيب هنا إحنا كنا في كبد ورحنا الكلى. نعم. الكبد هو اللي يسبب استقلاب، هو اللي يسوي الاستقلاب للدواء، لكن والكلة. اللي يتخلص منه من الجسم بعض الأدوية، أغلب الأدوية نتخلص منها عن طريق الكلى. عن طريق الكلى. إذا يصير الاستقلاب في الكبد، الكبد. في الدم. نعم. وتوزع الدواء في الأماكن اللي هي تبيها ثم يتم تخلص عن طريق الكلى. فبالتالي عشان أشيك على نواتج. نعم. الدواء أما إني أشيك على الدم عشان أشوف إنها مرت في الكبد. أيوة. أو إن نكون نأخذ تحليل البول عشان نشوف نسبة العلاج. إذا كانت خرجت ولا لا. نعم صحيح. طيب يا دكتور الدواء هذا يعني أو أنتم كأطباء في المستشفى هل تجيكم حالات كثير ناتجة عن تسمم دوائي معين؟ صحيح مهند، نشوف حالات كثير وشائع جدا أنه يجينا مرضى بسبب وصف لهم أدوية وكان لها مضاعفات. طيب آخر سؤال يا دكتور، أنتم الآن كأطباء هل أنتم اللي تتحملون وصف الدواء الخاطئ؟ في أغلب الأحيان مهند لا، لأن الطبيب يكون عارف أن هذا العلاج ممكن يسبب بعض المضاعفات، فيكتب لحاجة المريض له، يقيس طبعا الاحتياج أو الضرر. دائما المريض المفروض الطبيب يشرح للمريض المضاعفات، يقول لي إذا مثلا لاحظت غثيان، لاحظت ألم في البطن، لاحظت صفار أو شيء، أنك ترجع تراجعنا في تسوي تحاليل وتراجعنا في الطوارئ. يعطيك العافية دكتور، وشكرا انك تروح صحي ومفيد. الله يعافيك. اكيد مهند. طيب. تفضل صحي ومفيد. مشاهدينا بعد ما تابعنا رأي خبير برنامجنا ننتقل معكم الحين لفقرة صحي ومفيد. ساعتين شغل في اليوم هو انسب وقت انك تأدي اي شغل في اي مؤسسة او شركة. اهلا هناك. السبب أن سكر الجلوكوز اللي يعتبر المصدر الأول والرئيسي للطاقة داخل الجسم بعد ساعتين من أداء أي عمل يبدأ يستهلك الدماغ اللي يعتبر أيضاً أكثر عضو استهلاكاً لسكر الجلوكوز، فبالتالي الإنتاجية تبدأ تقل بعد هالساعتين. عشان كذا الخبراء في الشركات دائماً يعطون موظفيهم بعد كل ساعتين عمل راح لمدة 5 إلى 10 دقائق عشان يرجع يلم الموضوع مرة ثانية. كيف نشوف في الظلام؟ في العين في منطقة اسمها البؤبؤ، هالمنطقة هذه وقت الظلام تتوسع عشان تلقط أي مصدر ضوء أو إنارة داخل الغرفة، وبالتالي تتوسع داخل العين وتمكنك من أنك تشوف بشكل واضح. لكن وقت لما يكون في إنارة أو أي مصدر للإضاءة المنطقة هذه تتقلص علشان تأخذ مصدر إضاءة اللي هي تحتاجه، وبالتالي تمكنك من أنك تشوف بشكل سليم. مشاهدين الهين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، تابعنا بحث الدكتور عدنان قاضي عن ظاهرة استقلاب الدواء داخل الجسم. الأكيد موعدنا راح يجدد الأسبوع الجاي مع ضيف جديد وبحث جديد، لا تنسوا تتابعونا وفي أمان الله.